بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأبرار المقربين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من العي والحصر، ونعوذ بك من السلاطة والهذر، ونعوذ بك من التكلف لما لا نحسن، ونعوذ بك من العجب بما نحسن، إنك أنت الولي المحسن، يا من هو نعم المولى ونعم النصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وكن بنا وبالمؤمنين رؤوفا رحيما. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الشارح رحمه الله: ومنها الاستتباع. قال في المدح: ومنها الاستتباع، وهو استتباع المدح بشيء مدحا بآخر، نحو نهبت من الأعمار ما لو حويته لهنئت الدنيا بأنك خالد. قال في شرح هذا الفن رحمه الله ونفعه الله بعلومه: ومنها الاستتباع، وهو استتباع المدح بشيء. الباء متعلق بالمدح، مدحا بآخر من ذلك الشيء. يعني يمكن أن نقول بطريقة ميسرة: تفريع المدح على مدح، أو أن يتفرع عن المدح بصفة مدح بصفة أخرى، أن يتفرع عن المدح بصفة مدح بصفة أخرى. هذا يعني إن أردنا يعني كلام بطريقة سهلة. هو قال هنا: استتباع المدح بشيء مدحا بآخر، في نفس الكلام، يعني في نفس الكلام، ليس في كلام آخر. من ذلك مدحا بآخر من ذلك الشيء، يعني مدحا بصفة أخرى لذلك الشيء الممدوح نفسه، نحو قول أبي الطيب في البحر الطويل: نهبت من الأعمار ما لو حويته لهنئت الدنيا بأنك خالد. أبو الطيب يقول هذا الكلام لرجل قاتل كثيرا وظفر بأعدائه وأكثر فيهم الإثخان، يعني أكثر في الأعداء القتل، فعبر عن كثرة قتل أعدائه بقوله: نهبت من الأعمار. وهل الأعمار التي هي جمع عم تنهب حقيقة؟ يعني أنه أصلا يستعمل مثلا للأموال، أما الأعمار فكيف تنهب؟ هذا مجاز، يعني بمعنى أنك ظفرت بأعدائك فأكثرت في جيوف جيشهم القتل، فكأنك نهبت أعمارهم، يعني كأنك أخذت أعمارهم، هذا مجاز. ثم أتبع هذا بقوله: ما لو حويته، يعني ما لو جمعت هذه الأعمار، أعمار الأشخاص الذين قتلتهم وهم كثير، لو جمعت هذه الأعمار إلى عمرك لكنت خالدا. هذا طبعا أيضا ضرب آخر
من المبالغة، ضرب من المبالغة. لو جمعت أعمار القتلى الذين يعني سقطوا في جيش عدوك وزدت هذه الأعمار فوق عمرك لكنت مخلدا، لهنئت الدنيا بأنك خالد. ولم يقل لكنت مخلدا فقط كما قلت أنا، ولكن قال لهنئت الدنيا، يعني هنأوها على هذا الشيء الذي فرحت به وانتفعت به وهو خلودك فيها. طيب، إذن مدحه أولا بالشجاعة، مدحه أولا بالشجاعة، بل بتمام الشجاعة المستفاد من قوله نهبت من الأعماق. ثم أتبع ذلك بمدح آخر، وهو أنه يعني وجوده خلوده في الدنيا أمر يعني تنصلح به أحوال الدنيا ويستقيم به نظامها، حتى إنها لا تنتفع بخلوده في الدنيا وتستفيد منه، فتهنأ على هذا الفضل، تهنأ على هذه النعمة وهي بقاؤه خالدا في الدنيا. طبعا هذا مبالغة من الشاعر وليس له وجه من الواقع. الأعمار، قال الشارح هنا في شرح البيت، الأعمار جمع عمر أو عمر، وهو مدة الحياة، مدة حياة الإنسان في الدنيا تسمى عمر أو عمر. ومن بيان لما في ما لو حويت، نهبت من الأعمار ما لو حويته، من بيان لما في ما لو حويته، أي لو جمعته في نفسك وضممته إلى عمرك لكنت مخلدا في الدنيا. وهنئت هي، أي الدنيا، بخلودك فيها لكونه خيرا محضا ونفعا صرفا لأهلها، يعني لكون بقائك في الدنيا خيرا محضا ونفعا صرفا لأهل الدنيا. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على عدله وصلاح الدنيا ببقائه فيها، يعني أن تنصلح أحوال أهل الدنيا ببقائه بينهم في الدنيا. فإذا قال الشارح استتبع مدحه بكمال الشجاعة حيث نهب تلك الأعمار مدحا بكونه خيرا محضا لأهلها. يبقى مدحه أولا بكمال الشجاعة، وثانيا بعدله وكون بقائه خيرا للدنيا ولأهلها، بكونه خيرا محضا لأهله. إذ التهنئة لا تكون إلا في الخير، إذ التهنئة لا تكون إلا في الخير، لأنه ما دام قال هنئت الدنيا فيلزم من ذلك أن الدنيا يعني قد انتفعت ببقائه ويعني أصابت خيرا من وجودها، من وجود هذا الشخص الممدوح فيها، وإلا لما هنئت ببقائه. ولولا أنها يعني تنصلح أحوالها ويعني يستقيم نظامها ببقائه لما هنئت ببقائه فيها. فإذن هذا الضرب من الأساليب هو المسمى في البديع بالاستتباع، يعني أن يتبع المدح بصفة مدحا بصفة أخرى متفرعة على الصفة الأولى. ها؟
أن يتبع المدح بصفة، المدح بصفة أخرى تفرعت على المدح بالصفة الأولى. هذا هو المسمى بالاستتباع. ونستفيد من ذلك أن الاستتباع لا يكون إلا في المدح. نستفيد من هذا الكلام أن الاستتباع لا يكون إلا في المدح. لماذا قلت هذا؟ لأن الفن الآتي وهو الإدماج يشبه هذا الفن، يشبه فن الاستتباع، إلا أن الفرق بينهما أن الاستتباع لا يكون إلا في المدح. الاستتباع لا يكون إلا في المدح، وأما الإدماج الآتي فيكون في المدح وفي غير المدح. قال صاحب المسالك في المدح رحمه الله: ومنها الإدماج، ومنها يعني ومن المحسنات المعنوية الإدماج، وهو أن يضمن الكلام غير المسوق له مطلقا. أصلا الفعل ضمن يتعدى إلى مفعولين، فإذا بني لما لم يسمى فاعله، يعني كما يقال إذا بني المجهول، يصير المفعول الأول نائبا عن الفاعل ويبقى المفعول الثاني منصوبا، كما قاله أن يضمن الكلام، هذا نائب عن الفاعل، وغير المسوق له، هذا هو المفعول الذي كان مفعولا ثانيا. ولو أتيت بالكلام على أصله تقول ضمنت كلاما غير المسوق له، أو ضمنت كلاما تعبيرا آخر غير المسوق له مطلقا. مطلقا هذا يشمل أي معنى من المعاني التي يضمن أو يتضمنها الكلام، نحو أقلب فيه أجفاني كأني أعد بها على الدهر الذنوب. أقلب فيه أجفاني كأني أعد بها على الدهر الذنوب. طبعا هنا أتى بمعنى أولا ثم أدمج الكلام معنى آخر ذكره ثانيا. طيب نقرأ الشرح حتى نفهم هذا الفن. قال الشارح: ومنها الإدماج من أدمجه إذا لفه في ثوب. يعني تقول أدمجت الكتاب في الثوب، يعني لففت الكتاب في داخل ليه؟ في داخل الثوب. أدمجت الفاكهة مثلا في ليه؟ في الثياب، يعني أدخلتها في الثياب فلففتها في داخل الثياب. فالإدماج أن تلف شيئا بشيء تدمجه فيه، يعني تدخله فيه. طيب وهو هذا في اللغة. طيب وكيف في الاصطلاح؟ هذا معناه معنى الإدماج لغة. وأما اصطلاحا قال: وهو أن يضمن الكلام معنى غير المسوق له مطلقا. طيب انظر إلى تعريف الخطيب حتى يتضح لك هذا الفن جيدا. صاحب التلخيص رحمه الله قال في الهامش رقم 3 مكتوب عندك، عرفه الخطيب رحمه الله بقوله: هو أن يضمن كلام سيق لمعنى معنى آخر. أن يضمن كلام سيق لمعنى معنى آخر، يعني أن تجعل في ضمن كلام أتيت به لمعنى تجعل فيه معنى آخر، تدمج فيه معنى آخر، ولذلك سمي إدماجا. يعني تلف في الكلام الذي استعملته لمعنى تلف فيه معنى آخر، تدخل فيه معنى آخر. الاستتباع الذي قرأناه الآن قبل ذلك، يعني قبل هذا الفن، هو إدخال صفة مدح في صفة مدح، أو إتباع صفة مدح بصفة مدح أخرى، سمى استتباع. أما هنا إدماج يشبه الاستتباع أيضا،
ولكن هو إدماج معنى في معنى، إدخال معنى في معنى، وهذا عام مطلقا، يعني ليس خاصا بالمدح. وهو أن يضمن الكلام معنى غير المسوق له مطلقا، أي واحدا أو أكثر مدحا أو غيره، سواء كان المعنى الذي تضمنه في معنى واحدا أو أكثر، وسواء كان مدحا أو غير مدح، فهذا هو المراد بقوله مطلقا. فاللام في المسوق موصول، يعني ال في كلمة المسوق اسم موصول بمعنى الذي، اسم موصول بمعنى الذي، أن يضمن الكلام معنى غير المعنى الذي سقت له الكلام أولا. ممكن تقول هذا في تفسير غير المسوق له، ممكن تقول يعني غير المعنى الذي سيق له الكلام أولا، أو الذي سقت له الكلام أولا. فال في المسوق اسم موصول بمعنى الذي، عبارة عن المعنى، يعني أن تضمن الكلام معنى غير المعنى المسوق له. هذا واضح، تضمن الكلام معنى غير المعنى المسوق، يعني بعد المعنى الذي سقته له تزيد معنى آخر في نفس الجملة أو في نفس العبارة. ومسوق مسند إلى ضمير الكلام، ومسوق مسند إلى ضمير الكلام، لأن الصفة المشبهة تتضمن، يعني تشتمل على ضمير، كما درستم في النحو، الصفة المشبهة تشتمل على ضمير. طيب والضمير الذي في كلمة المسوق يعود إلى أي شيء؟ قال يعود إلى الكلام، يضمن الكلام معنى غير المسوق له الكلام، يعني غير المعنى المسوق له الكلام أصلا، تزيده عليه. والضمير المجرور عائد للموصول، الضمير المجرور أين؟ يعني في لفظ له في التعريف، الضمير المجرور في لفظ له غير المسوق له، هذا يعود إلى أي شيء؟ قال يعود إلى الموصول. أين الموصول؟ هو أل، الموصول هو أل في كلمة في لفظ المسوق. وكل اسم موصول يحتاج إلى عائد كما درسنا في النحو، فالعائد على ال هو الهاء في له، المسوق له، الهاء هي العائد على ال بمعنى الذي، اي غير المعنى الذي يساق له الكلام، نحو قول ابي الطيب في البحر الوافر اقلب فيه اجفاني كاني أعد بها على الدهر الذنوب. أقلب فيه يعني في الليل، يعني هو ساهر في الليل، وهذا كناية عن طول الليل، لأن الساهر الذي يسهر يصاب بالأرق في الليل لا يستطيع النوم، هذا يشعر بطول الليل، يشعر بأن الليل طويل، فيقلب أجفانه. ما معنى الأجفان؟ الأجفان أطراف العيون، يعني كل طرف منها يسمى جف، فالمفرد جف والجمع أجفان. فيقلب أجفانه كيف؟ يعني يقلب نظره، يقلب أجفانه أي يقلب نظره، لأن تقليب الأجفان معناها النظر إلى الشيء يعني من جهات مختلفة. طيب وهذا كناية عن ماذا؟ كناية عن أنه لا يستطيع النوم في هذا الليل الذي ينام يغمض عينيه، فتنطبق أجفانه ولا يقلبها. أما هذا فهو يقلب أجفانه في أي شيء؟ في الليل. فهذا تعبير عن سهره وطول ليله، تعبير عن سهره وطول ليله. هذا هو المعنى الذي ساق له الكلام أولا، ثم أدمج في هذا معنى آخر، وهو قوله
كأني أعد بها على الدهر الذنوب، كأني أعد بها على الدهر الذنوب، يعد ذنوب الدهر. نعم. طيب، وهل للدهر ذنوب؟ في الحقيقة يعني الدهر هذا زمان، لكنه عبر عن الحوادث التي أصابته في الزمان الماضي في أزمنة حياته، عبر عنها وكأنها ذنوب للزمان، وكأنها ذنوب للزمان، على عادة الشعراء من أنهم ينسبون ما يصيبهم من الحوادث والخطوب ينسبونها للزمان، ها، من باب الإسناد الايه المجازي. أعد بها على الدهر الذنوب. قال الشارح: أول الضميرين المجرورين للليل. عندنا في هذا البيت ضميران مجروران، يعني مجروران بحرف الجر، وهناك ضمير يعني ضمير غير مجرور بحرف الجر، مجرور بالإضافة في أجفان، لكنه قصد الضميرين المجرورين بحرف الجر، وهما فيه وبها. فيه في الشطر الأول يعود الضمير إلى الليل، وبها في الشطر الثاني يعود للأجفان. قال: أول الضميرين مجرورين للليل، وثانيهما للأجفان. أعد بها يعني بهذه الأجفان، بأجفاني التي أقلبها، كأني أعد بها ذنوب الدهر. طيب، وعد ذنوب الدهر ما المقصود به؟ المقصود به الشكاية، الشكوى من حوادث الزمان، يعني الشكوى مما أصابه في دهره. قال: والغرض المسوق له الكلام هو الشكاية من طول الليل، وقد أدمج فيه الشكاية من الدهر. شكاية يعني شكوى. أولا اشتكى طول الليل بقوله: أقلب فيه أجفاني، يعني أنه لا يستطيع النوم، أصابه الأرق فهو ساهر طال ليله، يشكو من هذا من طول الليل. طيب، والمعنى الذي أدمجه هو الذي أتى به ثانيا، وهو قوله: أعد بها على الدهر الذنوب، وهذا كناية عن شكوى الزمان، شكوى الدهر. فأدمج شكوى الدهر في شكوى طول الليل. فالشطر الأول تعبير عن طول الليل، والشطر الثاني تعبير عن الشكوى من مصائب الزمان التي أصابته. خلاص، فهذا هو الإدماج، أدمج معنى في معنى آخر، أدمج شكوى الدهر في وصف الليل بالطول وضمنها إياه. فأنت تلاحظ هنا أنه يعني أتبع معنى بمعنى، أتبع معنى بمعنى، وأدمجه فيه، لفه فيه، يعني لم يفصل بين المعنى الأول والمعنى الثاني، لأن هناك ضمير في الشطر الثاني يعود للأجفان، ولذلك يسمى هذا الفن إدماجا، لأن الإدماج إدخال شيء في شيء، فلا بد أن يدخل معنى في معنى. طيب، لو أتى بالمعنى الثاني مستقلا في جملة مستقلة، هل يسمى إدماجا؟ لا يسمى إدماجا، لأنه ليس فيه إدخال معنى في معنى حينئذ، بل يكون معنى مستقلا يذكره بعد معنى آخر ويعطفه عليه، فلا يكون فيه إدماج. أما هنا فقد أدمج، لأن في المعنى الثاني ضمير، لأن في المعنى الثاني ضميرا يعود على ما ذكره أولا. أعد بها، أعد بها أي بأجفاني على الدهر الذنوب.
وأجفاني هذه مذكورة في المعنى الأول، لأنه قال أقلب فيه أجفاني، فأدمج عد ذنوب الدهر في شكوى طول الليل. ثم قال رحمه الله في المتن: ومنها التوجيه، أي ومن المحسنات المعنوية أيضا التوجيه. وما التوجيه؟ قال: وهو إيراد الكلام ذا وجهين مختلفين. إيراد الكلام ذا وجهين مختلفين، نحو: خاط لي عمر قباء ليت عينيه سواء. خاط لي عمر قباء ليت عينيه سواء. وعمر هذا كان أعور وكان خياطا. قال في الشرح: ومنها التوجيه، من وجهت الستر إذا غيرته وجعلته وجها غير الوجه الأول. من وجهت الستر إذا غيرته، هذا معناه في اللغة، إذا غيرته وجعلته وجها غير الوجه الأول. ويسمى هذا الفن أيضا محتمل الضدين، يسمى محتمل الضدين، يعني قال لاحتمال المعنيين المتضادين، لأنه يحتمل معنيين متضادين، فهذا فيه أكثر من وجه، ولذلك يسمى توجيها، لأنه يحتمل أكثر من وجه. واشترط هنا أن يكون الوجهان متضادين. طيب لو كان أكثر من وجه وهما وهذان الوجهان أو الأوجه غير متضادة، لا يسمى توجيه، لا يكون من هذا الفن، لا يكون من هذا الفن. طيب ما احنا عندنا يعني في القرآن الكريم كثير من الآيات يحتمل كل منها أوجها من المعاني، وربما وجوها، لأن أوجه جمع قلة ووجوه جمع كثر. أوجه جمع قلة على وزن أفعل، وأما وجوه على وزن فعول جمع كثرة. عندنا آيات كثيرة من القرآن الكريم يحتمل كل منها أوجها من المعاني، وقد تحتمل الآية الواحدة وجوها كثيرة من المعاني. فهل هذا يدخل في التوجيه؟ ليس كل هذا داخلا في التوجيه، أي ولأن التوجيه يشترط فيه أن يكون المعنيان مختلفين اختلاف التضاد، يعني أن يكون بين المعنيين المحتملين تضاد. وليس كل آية فيها وجهان أو أكثر تكون الوجوه المحتملة فيها مختلفة اختلاف التضاد، بل أكثر الآيات لا يكون فيها في المعنيين تضاد، لا يكون في المعنيين المحتملين فيها تضاد، فلا يكون هذا من باب التوجيه الذي هو في البديع. طيب قال: وهو إيراد الكلام ذا وجهين متساويين في القرب والبعد، يعني متساويين في الاحتمال، متساويين في الايه؟ في الاحتمال. ما فائدة قوله في القرب والبعد؟ هذا له فائدة، هذا قيد في التعريف، يعني لابد الاحتمالين أن يكونا متساويين، لا يكون أحد الاحتمالين قريبا والاحتمال الآخر بعيدا.
لو كان أحد الاحتمالين بعيدا فهذا لا يكون في توجيه، لا بد من استواء الاحتمالين، لا بد من استواء الاحتمال. يعني اعتبار الكلام على هذا المعنى المحتمل يساوي اعتبار الكلام على هذا المعنى المحتمل، وستعرف هذا من خلال هذا الشاهد. خاط لي عمرو قباء، القباء مثل العباء، ليت عينيه سواء. طيب إذا عرفت أن عيني عمرو ليس سواء لأن إحدى عينيه صحيحة والأخرى عوراء، فماذا يقصد الشاعر من هذا الكلام؟ هل يقصد استواء العوراء بالصحيحة أم استواء الصحيحة بالعوراء؟ الاحتمالان واردة، الاحتمالان واردة، والمعنى في بطن الشاعر كما يقال. طيب ربما قد خاط عمرو القباء خياطة حسنة وجميلة جدا أعجبت الشاعر، فدعا له بأن تستوي عيناه، وقصد أن تشفى المريضة فتساوي الصحيحة، قصد أن تشفى المريضة فتساوي له الصحيح. هذا معنى المحتمل. والمعنى الآخر المحتمل أيضا أن خياط خاط القباء بطريقة سيئة لم تعجب الشاعر، فدعا عليه بأن تكون عينيه سواء، بأن تكون عيناه سواء، يعني أن تمرض الصحيحة فتكون عينا عمرو المريضتين جميعا، وهذا دعاء عليه، وكلا الاحتمالين وارد، ولكن بينهما تضاد، لأن إحدى الاحتمالين دعاء له والاحتمال الآخر دعاء عليه. رأيت كيف؟ فهذا توجيه. طيب قال إيراد الكلام ذا وجهين متساويين في القرب والبعد، أي متساويا له الاحتمالين. طيب لو كان أحد الاحتمالين بعيدا والآخر قريبا، هذا درسناه من قبل وهو التوريه، لأن التوريه أن يطلق لفظ له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، ويراد البعيد منهما، فهل هذا توجيه؟ هل هذا يكون توجيها؟ هذا ليس بتوجيه، هذه توريه، لأن شرط التوجيه أن يستوي الاحتمالان، لا يكون أحدهما قريبا والآخر بعيدا. قال العلماء كثير من الآيات التي في القرآن، أو بعض الآيات، يعني لا أقول كثير لأنني طبعا لا أريد أن أتجرأ على كلام الله وأنا حقير، فمثلي لا يمكن أن يتكلم في كلام الله عز وجل، لكن يعني أنا أنقل الكلام الذي قرأته في شروح التلخيص. قال شروح التلخيص الآيات، كثير من آيات القرآن التي تحتمل أكثر من وجه، أو بعض آيات القرآن التي تحتمل أكثر من وجه، يكون أحد الاحتمالين قريبا والاحتمال الآخر بعيدا، أو بعض الاحتمالات إن كان هناك أكثر من احتمالين في الآية الواحدة، أو بعض الاحتمالات تكون قريبة والبعض الآخر يكون بعيدا، ومن ثم لا يمكن أن نطلق على هذا النوع، أو لا يمكن أن نطلق على هذه التفسيرات أنها توجيه، ولكن يمكن أن يطلق عليها توريه، يمكن أن يطلق عليها توريه، لأن أحد الاحتمالين قريب والاحتمال الآخر بعيد كما هو تفسير التوريه.
أما في التوجيه فقال: إيراد الكلام ذا وجهين متساويين في القرب والبعد، يعني متساويين الاحتمالين، مختلفين اختلاف التضاد، نحو قول بشار في البحر الرمل: يتمنى لعمرو الأعور استواء عيني، خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء. قلت شعرا ليس يدرى أمديح أم هجاء، قلت شعرا ليس يدرى أمديح أم هجاء. لماذا؟ قال الشارح: قوله ليت عينيه سواء يحتمل تمني استواء العينين بصيرورة العوراء صحيحة، يعني بأن تصير العين العوراء عند عمرو صحيحة، وبذلك تصح عيناه جميعا، فهذا يكون دعاء له. قال: فيكون دعاء له، وهذا محتمل، لأنه ربما أراد أن يدعو له لأنه أحسن صناعة القباء، أحسن خياطة وحياكة هذا القباء، فدعا له بخير، دعا له بأن تصير عينه المريضة بأن تصير صحيحة، هذا محتمل. تفضل. قباء عيناه فيها طمع فيها الماء، ها؟ قباء عيناه توضع فيها الماء؟ لا، القباء قلت هي العباءة، القباء والعباء يعني العباءة، مثل العباءة التي تلبس. كيف هو يخيط شيء؟ لازم يخيط شيء ملبوس، كيف يخيط إناء؟ يعني خاط لي عمرو قباء، يعني خيط لي عباءة، خيط لي إيه؟ عباءة، عباءة التي تلبس. فدعا له، إما أن هذا محتمل، يعني يحتمل أن يكون كلامه هذا دعاء له، وأن يكون إيه؟ دعاء عليه. قال: ويحتمل تمني استوائهما بصيرورة الصحيحة عوراء فيكون دعاء عليه. ولا يعين الأول وقوع الدعاء في مقابلة الخياطة، يعني ربما يقول شخص، ربما يقول السامع: هذا ليت عينيه سواء، يعني هذا دعاء له لأنه خيط له شيئا، يعني خيط له هذا القباء، فمن المفترض، من المفترض ما دام صنع له معروفا، يعني خيط له هذا الثوب، أن يكون قوله ليت عينيه سواء دعاء له، يعني مكافأة أو جزاء لخياطته هذا القباء. هذا اعتراض المعترض، لكن أجاب الشارح بأنه ليس بلازم، لأنه قد يكون هذا الخياط أساء الخياطة، وأفسد القباء، فماذا يستحق من الشاعر إلا أن يدعو عليه فيكون دعاء عليه. ولذلك قال: ولا يعين الأول وقوع الدعاء في مقابلة الخياط، يعني لا يتعين أن يكون دعاء له بصيرورة العوراء صحيح. لماذا؟ قال: الاحتمال عدم الرضا عنها، الاحتمال أن الشاعر لم يرضى عن خياطة القباء، لم تعجبه خياطة القباء فدعا عليه، وعقب على ذلك بقوله: كم من صاحب المخيط يدعو على خياطه، يعني كم من صاحب شيء مخيط يدعو على الخياط الذي خيطه لولا أنه أفسد الخياطة. صح؟ ألا يحصل هذا في دنيا الناس؟ هذا يحدث كثيرا. قال: كم من صاحب المخيط يدعو على خياطه إلى أن يبلى المخيط، يعني يظل يدعو عليه حتى يفنى هذا الثوب. يروى أن الخياط هذا قال لأخيطن له، يعني لبشار بن برد، شيئا لا يدري أهو قباء أم ماذا،
لأخيطن له شيئا لا يدري ما هو، أقباء أم ماذا؟ فبلغ ذلك الشاعر، يعني بلغ هذا الكلام الشاعر، فقال الشاعر: لئن فعل لأقولن فيه شعرا لا يدري أهو مديح أم هجاء. وبالفعل قال: ليت عينيه سواء. وهذا لا يدرى أهو مدح أم هجاء، لأنه يحتمل أن يكون مدحا ودعاء له، ويحتمل أن يكون هجاء ودعاء عليه. فهذا هو المسمى بالتوجيه، لأن فيه وجهين مختلفين متضادين. قال: ومنها الهزل الذي يراد به الجد. ومنها، أي ومن المحسنات المعنوية أيضا، الهزل الذي يراد به له الجد. قال: نحو إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عد عن ذا كيف أكلك للضب. إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عد عن ذا كيف أكلك للضب. قال في الشرح: ومنها الهزل الذي يراد به الجد، وهو إيراد الكلام للمطايبة ظاهرا وللغرض الصحيح حقيقة. يعني إذا سمعت هذا البيت تظن أن قائله يمزح ويريد المطايبة، يعني المضاحكة والمداعبة. إذا ما تميمي أتاك مفاخرا، تميمي يعني منسوب إلى قبيلة تميم، وقبيلة تميم معروفة بأكل الضب، وبعض القبائل العربية لا تستسيغ أكل هذا الحيوان لأنه مستقذر عند بعض القبائل الأخرى، كما هو عند قريش. عند قريش لا تأكل الضب لأنه مستقذر عندها، لا تستسيغه. ولذلك لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الضب لم يأكل منه، ولكنه لم ينهى عن أكله، فعلم بذلك أنه حلال أكله، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال يعني ليس في أرضي، أو نحو هذا من المعنى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالقبيلة التميم معروفة بأكل الضب، فالقبائل الأخرى التي لا تأكل الضب وتستقذره تعيب على تميم أكلها للضب وتعيرها بذلك، وتعيرها بذلك، يعني تعيرها بأكل هذا الحيوان المستقذر عند قريش مثلا. إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عد عن، أي اترك هذا الفخر الذي تفخر به وأخبرني كيف تأكل الضب. يعني هذا معنى البيت إجمالا. إذا أتاك شخص من تميم يفخر بفضائله وب يعني شمائله الحسنة، فقل له اترك هذا الفخر واخبرني كيف تأكل الضب. فطبعا يعني هذا كيف أكلك للضب استفهام يراد به الاستهزاء، ويراد به الهزل، يعني التهكم والهزل. فهذا ظاهره هزل ويراد به الجد، يعني هذا يشبه أو نظير هذا ما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، كان يمزح ولا يقول إلا حقا. فهذا ظاهره ممازحة ومضاحكة، وفي داخله جد، لأن تميم معروفة بأكل الضب، فكأنه يعيرها بأكل الضب، كأن الشاعر يعير بني تميم أو الشخص المفاخر من الشخص التميمي هذا بأكل الضب.
قال في الشرح: وهو إيراد الكلام للمطايبة، يعني للمداعبة والمضاحكة ظاهرا، وللغرض الصحيح حقيقة. ولذلك سمي الذي يراد به الجد، الذي يراد به الجد، لأنه تضمن معنى جادا، هو هزل تضمن معنى جادا، وهو هنا بالنسبة لهذا البيت أكل تميم للضب، نحو قول الشاعر في البحر الطويل: إذا ما تميمي أتاك مفاخرا، يعني أتاك يفخر بأمجاده وب يعني حسن الثناء ما يثني به على نفسه وعلى قبيلته، ها، فقل عد عن ذا، يعني اترك ذا الفخر وأخبرني كيف أكلك للضب. وهذا استفهام لا يراد به حقيقته. تميمي واحد تميم، يعني الياء هنا ياء النسبة، وتدل على المفرد، يعني واحد منسوب إلى تميم، وهو اسم قبيلة معروفة بأكل الضب، والضب حيوان معروف لعلكم تعرفونه، وسائر ما لا يعهد أكله في سائر القبائل، يعني أشياء لم يعهد أكلها في القبائل العربية الأخرى. فالقبائل العربية الأخرى التي لا تأكل هذه الأشياء تعير بني تميم بأكلها للضب ونحوه من المستقدرات عند القبائل الأخرى. والشاعر الآخر يعير بني تميم بكثرة الأكل. هناك شاعر جاء في شعر مشهور، يعني ذكره ابن قتيبة في أدب الكاتب أو في شرحه على ما أذكر: إذا ما مات ميت من تميم وسرك أن يعيش فجئ بزاد بخبز أو بتمر أو بسمن أو الشيء الملفف في البجاد، بخبز أو بسمن أو بتمر أو الشيء الملفف في البجاد. والبجاد يعني قماش كان يلف فيه الإناء بتاع الوطب بتاع إناء اللبن. والشيء الملفف في البجاد كان طعاما يسمى السخينة، كان طعاما يسمى السخينة. فهو يعير هذا، ذلك الشاعر الآخر يعير التميميين بكثرة أكلهم، يعني بحبهم للأكل وأنهم معروفون بكثرة الأكل. إذا ما مات ميت، شوف حتى لو مات وأردت أن يعود إلى الحياة، طبعا هذا مستحيل، إذا مات الشخص يستحيل أن يعود إلى الحياة إلا إذا يعني أراد الله إظهار معجزتي، كما كانت معجزة سيدنا عيسى عليه السلام أن يحيي الموتى بإذن الله. أما إحياء الموتى يعني بغير معجزة فهذا مستحيل. إذا ما مات ميت من تميم، الشاعر هنا يبالغ ليدلل بذلك على كثرة أكله. إذا ما يقول إيه؟ ميت من تميم وسرك، لا، إذا ما مات ميت من تميم وسرك أن يعيش، يعني أردت أن يعود إلى الحياة مرة أخرى، وسرك أن يعيش فجئ بزادي، يعني هات له طعام، فجئ بإيه؟ بزادي، بخبز أو بتمر أو بسمن أو الشيء الملفف في البجاد. تراه يطوف الآفاق حرصا ليأكل رأس لقمان بن عاد، تراه يطوف الآفاق حرصا ليأكل رأس لقمان بن عاد، يعني يريد أن يأكل أعظم شيء، وكأن هذا الشيء العظيم رأس لقمان بن عاد. هذا مبالغة في يعني وصف بني تميم بكثرة الأكل.
أو بشيء مجفف أو الشيء الملفف في البجاد. بالبجاد؟ بالبجاد، نعم. تراه يطوف الآفاق حرصا ليأكل رأس لقمان بن عاد. نرجع إلى موضوعنا. قال الشارح: عدي في البيت أمر من عدى عنه، هي مضبوطة عندك ببناء الفعل المجهول أو لما لم يسمى فاعله، والأحسن أن تضبطها بالبناء للفاعل. أمر من عدى عنه، ليس عديا، يعني افتح العين والدال مضبوطة بالشدة والفتحة وليس بالكسر. أمر من عدى عنه إذا انصرف عنه، يعني إذا تجاوزه، يعني حتى نحن في العامية نقول عدى الشارع، عدى الطريق، يعني تجاوز الطريق إلى الجهة الأخرى. فعدى عنه يعني تجاوزه. قال هنا إذا انصرف عنه، ولذا يقول في البيت: فقل عدي عن ذا. وهذا هذه الجملة مستعملة في الشعر العربي كثير، عدي عن ذا. إذا حتى إذا انتقل الشاعر من غرض إلى غرض في نفس القصيدة يقول عدي عن ذا، وينتقل إلى الغرض الآخر الذي أنشأ من أجله القصيدة، الغرض الأصلي يعني من القصيدة. طيب، قال عن ذا أي عن أن تفاخر. عن ذا، ذا اسم إشارة، يعني عن هذا الكلام الذي تتكلم به وهو المفاخرة، أي عن أن تفاخر. وقوله: كيف أكلك للضب هزل أريد به الجد، لأنه فعلا يأكل الضب، التميمي يأكل الضب حقيقة، فهو هزل أريد به الجد. قال: ومنها تجاهل العارف. منها أي من المحسنات المعنوية أيضا تجاهل العارف، وهو سوق المعلوم مساق غيره لنكتة، وهو سوق المعلوم مساق غيره لنكتة. هكذا سماه الإمام السكاكي رحمه الله، وقال: لا أحب أن تسميته بالتجاهل. قال: لا أحب تسمية هذا الفن بالتجاهل. لماذا؟ قال: لوروده في كلام الله تعالى، لورود هذا الفن في كلام الله تعالى، ولا يصح أن يسمى ما دام جاء في كلام الله بالتجاهل. طيب، مثال، نريد مثالا، لأن الشارح هنا لم يذكر مثالا يعني لما جاء في كلام الله من التجاهل في أول الشرح ولا في المتن، لم يذكر في المتن هنا مثالا من القرآن، مع أنه جاء في القرآن في مواضع، كقوله عز وجل مثلا: وما تلك بيمينك يا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى، هذا استفهام سيق فيه المعلوم مساق غيره، سيق فيه المعلوم مساق ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في يمين سيدنا موسى عليه السلام وهي العصا، يعلم هذا يعني لأنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن وكيف سؤاله هنا: وما تلك بيمينك يا موسى؟ هذا من باب سوق المعلوم مساق غيره لنكتة. قال الإمام السكاكي: ولا أحب تسميته بالتجاهل، لأجل ذلك يعني لوروده في كلام الله تعالى. طبعا تجاهل العارف هو اصطلاح غيره من البلاغيين، لأنه ورد في كلام الشعراء كثيرا فسموه بتجاهل العارف. قال: كالتوله، نحو: بالله يا ظبيات القاع قلن لنا، ليلاي من كنا أم ليلى من البشر. والمبالغة في المدح أو الذم،
نحو ألمع برق سرى أم ضوء مصباح أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي. هذا المدح. طيب وللذم قال ونحو يعني وشاهد الذم نحو وما أدري وسوف يقال أدري أقوم آل حصن أم نساء. والتوبيخ يعني ويساق أيضا تجاهل العارف للتوبيخ نحو أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف. والتعريض أيوة يستعمل تجاهل العارف أيضا للتعريض لنكتة التعريض نحو وإنا أو إياكم وهذا من القرآن الكريم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ونحوها كما مر. يعني تجاهل العارف أو كما قال السكاكي وهو الأحسن سوق المعلوم مساق غيره يأتي بنكات كثيرة بلاغية منها هذه النكات التي ذكرها. قال في الشرح ومنها تجاهل العارف وهو في اللغة إظهار العارف أن يجهل معروفه يعني إظهار من يعرف إظهاره جهله جهله بما يعلمه ولذلك سمي تجاهل ولذلك سمي تجاهلا لأن التجاهل على وزن تفاعل هذا الوزن يستعمل للتظاهر بالصفة وإن لم يكن الموصوف متصفا بها حقيقة. يعني أنت تقول مثلا فلان يتناسى الأمر هو في الحقيقة ليس بناسي ليس ناسيا للأمر ولكنه يتظاهر أمامك بأنه قد نسي. وتقول فلان يتعالى يعني هو يتظاهر بأنه عال. وفلان مثلا يتضاحك يعني يتظاهر بالضحك وهكذا. فهذا الوزن وزن التفاعل يستعمل من معاني هذا الوزن التي يستعمل فيها التظاهر بالصفة وإن لم يكن الفاعل على حقيقتها. التظاهر بالصفة وإن لم يكن الفاعل على حقيقتها. فالتجاهل هنا أن يتظاهر بالجهل وإن لم يكن جاهلا أن يتظاهر بالجهل. طب ومن أين فهمنا أنه يتظاهر بالجهل؟ من خلال هذا الكلام الذي يتكلم به. هو يتكلم مثلا بأسلوب استفهام وكأنه لا يعلم وهو يعلم لكن هو تكلم بهذا الأسلوب وتظاهر بالجهل لنكتة بلاغية لغرض بلاغي. ها؟ قال يعني إظهار العارف أن يجهل معروفة يعني إظهاره الجهل بما يعلمه باختصار إظهاره الجهل بما يعلمه. قال وفي الاصطلاح سوق المعلوم مساق غيره لنكتة. وهذا التعريف هو تعريف السكاكي لهذا الفن ولم يحب كما ذكر أن يسميه بالتجاهل بل هو اسمه عنده سوق المعلوم مساق غيره لنكتة كالتوله. التوله قال هو التحير والدهش من حب أو غيره. التوله وكذا التدله بالدال هو التحير والدهش من حب أو غيره يعني إذا استغرق المحب في المحبة ويعني تمادى في حبه وبلغ من قلبه مبلغا عظيما فإنه يعني يشعر بالدهش والتحير
فإذا وصل إلى هذه المرحلة سمي ذلك تولها، سمي تولها، وسمي هذا الشخص ولهان أو متولي. وكذا التدلو بالدال، نحو قول حسين بن عبد الله في البحر البسيط، هو الحسين بن عبد الله الغزي في البحر البسيط، وهو مستفعل فاعل أربعا، بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاي منكن أم ليلى من البشر. هذا استفهام، يسأل، يسأل ظبيات القاع، وظبيات القاع حيوانات، هي كيف تجيب السائل وكيف تفهم السؤال أصلا، وهل يعني هل يصح من العاقل أن يوجه سؤالا إلى هذه العجماوات؟ لا يصح. إذن فما فائدة هذا السؤال وما الغرض منه؟ إظهاره للتوله، يعني لأنه وصل هذه المرحلة من الحب الشديد الذي جعله يتحير ويدهش، فيسأل الحيوانات في الغابات، يسأل الحيوانات في الغابات، بالله يا ظبيات القاع، ثم يستقسمها أيضا بالله. قال القسم للاستعطار، القسم للاستعطار، يعني فائدة القسم ليس اليمين والحلف، ولكن لمجرد استعطاف المخاطب. والنداء يعني في قوله يا ظبيات القاع للتحير والتوله، لأن الشعراء كثيرا ما ينادون الأماكن والدور والبقاع وأحيانا الأشجار كما سيأتي في قولها يا شجر الخابور، وأحيانا الحيوانات كما هنا يا ظبيات القاع. والغرض من هذا النداء يعني أو هذا النداء ليس للدعاء يعني لدعوته حقيقة، لأن النداء معناه الأصلي طلب الإقبال، صح؟ لكن هنا ليس لطلب الإقبال، هنا للتوله والتحير، فهو نداء مجازي، نداء مجازي. النداء من أساليب الطلب، وأساليب الطلب قد تستعمل على حقيقتها وقد تستعمل مجازا، فالنداء هنا مجاز في التحير والتوله. وظبيات بفتح الباء جمع ظبي في الكثرة، كظباء وظبي على فعول، هي مضبوطة ظبي عندك كأنها مضبوطة بضم الباء، صحيح؟ هذا خطأ، الصواب ظبي مثل ثدي. وكسرت الباء هنا لوجود الياء بعدها، لمناسبة الياء التي بعدها، والأصل أنها مضمومة فعلا على وزن فعول، ولكنها كسرت لمناسبة الياء، كظباء وظبي على وزن فعول، ووزن فعول هذا يستعمل لجمع الكثرة. فإذا صار عندنا ثلاثة جموع لضب أو لظبية تدل على التكثير، ظبيات وظباء وظبي. طيب وإن أردت جمع القلة أقول ثلاثة أظب، ثلاثة إيه؟ أظب على وزن أفعل، ثلاثة أظب على وزن إيه؟ أفعل. وحذفت الياء هنا لأنه اسم منقوص، فعوض، حذفت الياء في الجر، تحذف في الجر والرفع ويعوض عنها بالتنوين، فتقول عندي ثلاثة أظب مثلا على وزن أظب، على وزن أفعل جمع قلة. أما جمع الكثرة فقد ذكر له هنا ثلاثة كما جاء في الصحاح للجوهري، قال ظبيات، يعني ما قال ما معناه، ظبيات يدل على الكثرة، مثل جمع ظبي على ظباء وعلى ظبي، وظبي على وزن فعول.
طيب، ووزن فعول يستعمل في الكثرة من جموع الكثرة. القاع الأرض المستوية كالقيعة، يا ضبيات القاع، يعني هذا المكان المستوي، والمكان المستوي يقال له قاع ويقال له قيعة. قال الله عز وجل كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. جمع الضمير في لنا إما تواضعا، يعني قلنا لنا، أو لأن غير قلنا لنا. عجيب، يعني الضبيات هي التي تقول لهم، وكأنهم يعني ينتظرون الإفادة من الضبيات، فانتظارهم للإفادة من الضبيات جمع الضمير، قال إيه؟ تواضعا، تواضعا للضبيات، تواضعا لإيه؟ للضبيات. أو لأن غيره شاك، أو لأن غيره أيضا شاك محتاج إلى الجواب مثله، فجمع الضمير قلنا لنا. وأضاف ليلى إلى نفسه وحده تلذذا وغيرة عن اشتراك الغير، يعني لم يقل ليلانا مثلا، وإنما قال ليلايا فقط بياء المتكلم بضمير الإفراد. ليه؟ تلذذا بإضافة ليلى المحبوبة إليه، وغيرة عن اشتراك غيره في إضافتها إلى الغير، لم يضفها إلى الغير غيرة، وإنما أضافها إلى نفسه وحده، إلى ضميره وحده. قال وأظهرها في موضع إضمارها. خلي بالك، هذا تحليل بلاغي للبيت، يعني إذا قيل لك حلل العبارة تحليلا بلاغيا، لا بد أن تنظر في تفاصيل التركيب، تنظر في تفاصيل التركيب، وخصوصا إذا كان تركيبا من تراكيب البلغاء كهذا البيت، يعني من كلام أحد البلغاء، أحد الشعراء البلغاء، فترى أن كل دقيقة من دقائق التركيب تناسب غرضا أو نكتة بلاغية، كما تراه هنا وهو يحلل هذا التركيب. لماذا جمع الضبيات وجمع ضمير لنا، ثم يعني أتى أضاف ليلى إلى ضميره هو وحده، ها؟ ولماذا ذكر ليلى مرة أخرى في قوله أم ليلى من البشر، مع أنه كان ممكن يأتي بالضمير فقط ليلايا من كنا أم هي، لماذا نص على ليلى مرة أخرى؟ هذا كل هذا له فوائد ونكات بلاغية، ها؟ فكيف إذا تدبرت في آية من كتاب الله، فإنك ستجد فيها كثيرا من الأسرار واللطائف البلاغية. طيب، قال هنا وأظهرها في موضع الإضمار. في موضع كلمتان، هي مكتوبة عندك كأنهما كلمة واحدة، اتصلت في بموضع، وهذا خطأ، خطأ مطبعي، في كلمة وموضع كلمة. وأظهرها في موضع إضمارها، يعني في قوله أم ليلى، مع أن هذا الموضع الأصل فيه أن يستعمل الضمير ما دام جاء الاسم ظاهرا قبله، فيعود عليه ضمير فيقول ليلى من كنا أم هي من البشر، لكنه عاد ذكر اسمها تلذذا بذكر اسمها. وغيرة عن اشتراك الغير، غيرة معروفة الغيرة، يعني أن يغار الإنسان على من يحب، أن يغار على من يحب. وأظهرها في موضع إضمارها استلذاذا، يعني تلذذا بذكر اسمها، تلذذا بذكر اسمها. طيب، موضع الشاهد، تجاهل أن ليلى من الظباء أم من البشر، يعني محل استشهاد بهذا البيت أنه تجاهل أن ليلى
من الظباء أم من البشر؟ ولذلك سأل ليلى من كنا أم ليلى من البشر، مع أنه يعلم ويعلم علم اليقين أن ليلى بشر، مع أنه يعلمها أكمل البشر، يعني يعلم أنها أجمل البشر في نظره وأحسن الناس عنده، واستفهم عنها من الحيوانات العجب يعني من الظبيات لكمال التحير والدهش. يفهم من هذا الفن أنه لابد من أن العبارة تساق مساق من يظهر الجهل، تساق مساق من يظهر الجهل. لماذا؟ لأنها لو بنيت على العلم الحقيقي لما وجدت نكتة هذا الفن في الكلام، بل يصير الكلام يعني مما لا ينظر إليه على أن فيه فن، على أن فيه فن بديع. فلا بد أن يساق مساق المتجاهل كما سمي، يعني أن يساق الكلام مساق من يجهل المعنى المراد، أو من يجهل الحقيقة التي يسأل عنها أو يتحير فيها، حتى تتحقق النكتة البلاغية من التعبير. والنكتة هنا هي التوله كما ذكر، وهي التوله يعني التحير والدهش بسبب الحب. طيب، قال: ومن نكات هذا التجاهل العارف هذا الفن أيضا، من نكاته البلاغية المبالغة في المدح أو الذم. قال: والمبالغة في المدح أو الذم نحو قول البحتري في البحر البسيط: ألمع برق سرى أم ضوء مصباح، أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي. هو يصف ابتسامة المحبوبة فيتساءل أولا، ويظهر يعني يتجاهل، التساؤل فيه تجاهل، التساؤل يدل على التجاهل يعني إظهار الجهل، وهو يعلم يعني، لكنه يتجاهل. لماذا؟ ليبالغ في المدح. ألمع برق سرى أم ضوء مصباح، يعني هذه الابتسامة التي أراها هي لمع من البرق، يعني برق في السحابة لمع لي، أم هو ضوء مصباح؟ أنا يعني هو يتردد بين الأمرين، أم هي ابتسامتها في المنظر الضاحي، في المنظر الظاهر يعني في ضحوة النهار، أو المنظر الظاهر الواضح المنكشف حق يعني جدا حسا ومعنى. فما أنت تفهم من هذا الكلام أنه يريد أن يمدحها، صح؟ لأنه لو لم يريد أن يمدحها لما أتى بهذا التجاهل. برق سرى أي ظهر في الليل، برق سرى أي ظهر في الليل، ومنه السارية، لأن الفعل سرى يدل على السير بالليل خاصة، أي ظهر في الليل. ومنه السارية للسحابة التي تأتي ليلا، تسمى سارية، سارية بالألف، السحابة التي تأتي ليلا، ها؟ والإسراء من أسرى، يعني ذهب به ليلا، ها؟ طيب، الضاحي الظاهر الواضح، الظاهر الواضح. سراب ناس سحاب جاري في الليل؟ لا لا، ده هو يعني يستطرد فيذكر معنى مناسبا للمعنى، ولكن ليس المقصود هنا السحابة السريعة في الليل في البيت، ليس المقصود بها هذا، ولكن هو يقول يفسر معنى سرى، يقول سرى أي زهرة في الليل، ومنه يعني من معنى سرى يقال للسحابة السارية لأنها تسير في الليل، تأتي في الليل، إذا كانت أتت في الليل يقال لها ليه
سارية. قال الضاحي الظاهر الواضح: بالغ في مدح ابتسامة الحبيبة بإظهار اشتباهها عنده بلمع البرق وضوء المصباح، كأن أمر هذه الابتسامة قد التبس عليه، فجعل يسأل: ألمع برق سلام أم ضوء مصباح؟ يعني هذه ابتسامة يعني حسنة مليحة جدا، حتى صارت بمنزلة ما يلتبس عند الناظر، صارت بمنزلة ما يلتبس عند من يراها، فيتحير: أهي لمع برق أم ضوء مصباح أم ماذا؟ فهذا تعبير يعني فن جميل من فنون المدح التي جاءت في صورة تجاهل العارف. ونحو قول زهير في البحر الوافر وهو مفاعلة ستة، هذا يراد به الذم. ولذلك كرر كلمة نحو العلماء، يعني هم لا يذكرون الكلام عبثا، ولكن يعني يراعون المناسبات في الألفاظ التي يعني يسوقونها في كلامهم. ولذلك كرر كلمة ونحو هنا للإشارة إلى أن المذكور بعد نحو له نكتة أخرى، يعني هو من باب تجاهل العارف ولكن بنكتة أخرى. جزاك الله خير. قال ونحو قول زهير في البحر الوافر وهو مفاعلة ستا، وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، يعني صاروا بمنزلة ما يعني ما يلتبس في حقيقته، أهم رجال أم نساء؟ طيب ما يعني لماذا يذمهم بهذا؟ يعني هم يعني لقلة الانتفاع بهم أو لضعف فائدتهم يلتبس أمرهم على من يراهم أو على من يعاملهم، أهم رجال أم نساء؟ فطبعا أنت تفهم من هذا أنه يذمهم أم يمدحهم؟ يذمهم. قال الشارح في شرح هذا البيت: أشار بإعادة نحو إلى أنه مثال لنوع آخر. أهو شوف، يعني وإلا لما أعاد كلمة نحو مثال للنوع الآخر، وهو المبالغة في الذم، يعني قد يكون تجاهل العارف لنكتة المبالغة في الذم. ولفظ إخال بمعنى أظن، وكسر همزته أفصح من فتحها القياس، يعني فتحها هو القياس ولكن كسرها أفصح، شيء عجيب، يعني قد يكون الأفصح غير القياس في الألفاظ، وهذا من لطائف الألفاظ العربية، من لطائف كلمات العربية أنك تجد الكلمة أحيانا وهي مخالفة للقياس أفصح من موافقتها للقياس. يعني مثلا في القرآن كلمة استحوذ قالوا هي مخالفة للقياس ولكنها فصيحة في الاستعمال. القياس أن يقال استحاذ بقلب الواو ألفا، لماذا؟ لأن الواو تحركت وقبلها حرف ساكن صحيح، وهناك قاعدة في الصرف تقول إذا تحركت الواو وقبلها حرف ساكن صحيح نقلت حركتها إلى الساكن الصحيح قبلها وانقلبت ألفا، كما تقول قال والأصل
لا كما تقول ايه استقام والأصل استقوم، كما تقول استقام والأصل استقوم، فنقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها وقلبت ألفا فقلت استقام. وكذلك إذا كانت الياء في محل الواو فتقول استعان من يستعين وهكذا. طيب فالاستحاذة هو القياس لكن استحوذ أفصح. فكذلك هنا إخال مخالفة للقياس لكسر همزتها، لأن هذه الهمزة تدل على المتكلم، تدل على ماذا؟ على المتكلم في أول المضارع، وهمزة المتكلم في أول المضارع تأتي مفتوحة قياسا، تقول أنا أذهب ولا أذهب، أنا أذهب ولا أنا أذهب، أنا أذهب إلى المكان الفلاني، وأنا أدرس ولا أدرس، أنا أدرس بفتح همزة المتكلم، وأنا أفهم ولا أفهم، إذا كنت تقصد المضارع تقول أنا أفهم فتفتح همزة المضارعة. لكن العجيب في هذه الكلمة إخال همزة المضارعة ومع ذلك الكسر فيها أفصح من الفتح الذي هو القياس. والفتح الذي هو القياس هو لغة بني أسد، بنو أسد تقول أخال بالفتح كما جاء في شروح التلخيص، بنو أسد تقول إيه؟ أخال بالفتح الذي هو القياس، ولكن الكسر أفصح إخال. وهو اعتراض بين سوف ومدخولها، وهو اعتراض، أي شيء هو الاعتراض؟ يعني كلمة إخال هنا اعترض بها بين سوف وأدري، وأصل الكلام إخال سوف أدري، يعني أظنني سوف أعلم في المستقبل، أظنني سأدري في المستقبل، أنا الآن لا أدري لأنني أتحير في أمرهم، لأنني أتحير في أمرهم أهم رجال أم نساء، ولكن إن شاء الله سوف أدري، أظنني سوف أدري في المستقبل، هذا معنى الكلام يعني. فالأصل أن سوف تدخل على أدري مباشرة، ولكن أقحم إخال بينهما. ثم إن جملة وسوف إخال أدري كلها هي جملة معترضة أصلا، لأن قوله أقوم آل حسن أم نساء هذه الجملة كلها مفعول لأدري الأول، مفعول لأدري الأول، معمول لأدري الأول، وجملة وسوف إخال أدري معترضة بين أدري وبين معمولها، يعني بين أدري الأول، بين ما أدري وبين معمولها الذي هو أقوم آل حسن أم نساء. طيب وفعل الدراية متنازعان في مضمون المصراع الثاني، يعني أدري الأول وأدري الثاني تنازع على المعمول وهو جملة أقوم آل حسن أم نساء. التنازع باب من أبواب النحو، وهو أن يتنازع عاملان على معمول واحد، تنازع بطريقة يعني سهلة ليس تعريفا اصطلاحيا، ولكن أنا أبسط لك هذا القاعدة، هذه القاعدة التي في النحو، يعني التنازع، تنازع، ما هو التنازع يعني ببساطة؟ التنازع ببساطة أن يتنازع فعلان على معمول واحد، فهنا تنازع فعلان أدري الأول وأدري الثاني على معمول واحد اللي هو أقوم آل حسن أم نساء. ومقابلة القوم بالنساء تدل على اختصاصه بالذكور، يعني المقابلة بين قوم أم نساء في قوله أقوم أم نساء
تدل على أن القوم يختص بالرجال، كلمة قوم تدل على الرجال فقط ولا يدخل فيها النساء، فهي مختصة بالذكور. بالغ في ذم آل حصن حيث أظهر اشتباههم عنده بالنساء، ولذا سأل سؤال المتجاهل: أقوم آل حصن أم نساء؟ هل اسم قبيلة؟ اسم قبيلة آل حصن، يعني كما تقول مثلا آل زيد، آل بكر، آل حصن كذلك. حتى أظهر اشتباههم عنده بالنساء، يعني حتى صاروا بمنزلة ما يلتبس أمره ويشكي، فلا يعلم أهم رجال أم نساء. لماذا؟ لقلة غنائهم، ويعني لضعف فائدتهم بين الناس، فلذا ذمهم وبالغ في ذمه عن طريق هذا التجاهل، تجاهل العارف. والتوبيخ، أي قد يستعمل تجاهل العارف لنكتة التوبيخ، نحو قول ليلى بنت طريف: ترثي أخاها وقد قتله يزيد بن مزيد الشيباني في البحر الطويل، أيا شجر الخابور ما لك مورقا، كأنك لم تجزع على ابن طريف. ابن طريف هو أخوها وقد مات، فهي ترثيه وتذكر في رثائه هذا البيت: أيا شجر الخابور، تخاطب شجر الخابور. وهذا الخطاب فيه، هذا النداء فيه تحسر وفيه توله أيضا، لأنها حزينة على فقد أخيها. قال الشارح هنا: النداء للتحسر والحيرة، والخابور ناحية من نواحي ديار بكر، يعني من أرض قبيلة بكر. بكر قبيلة عربية معروفة. وهي فرع من ربيعة. فهذه الأرض يكثر بها شجر الخابور، نوع من الشجر اسمه ليه؟ الخابور. فهي تخاطب هذا الشجر: ما لك مورقا؟ مورق يعني قد أورقت، قد أخرجت الورق. وكأنه كان يجب عليه أن لا يخرج الورق حزنا على أخيها. ها؟ يقال: أورق الشجر إذا صار ذا ورق، أورق الشجر إذا صار ذا ورق. وكأنك للشك، كأنك في هذا البيت للشك، شكت في عدم جزع الشجر على أخيها. أنت تفهم من هذا البيت عندما تسمعه استيلاء عاطفة الحزن على الشاعرة حتى كست كل شيء حولها بالحزن، أو حتى ألبست كل المخلوقات حولها حزنا على أخيها الذي مات قتيلا. فهي تتعجب من أن الشجر الخابور لم يحزن، كأنه لم يحزن على أخيها فأخرج الورق، وكأنه كان يجب عليه كما وجب على كل شيء من حولها أن يظهر الجزع على فقد أخيها وعلى قتله. فلذا هي تتعجب وتوبخ هذا الشجر: ما لك مورقا، كأنك لم تجزع على ابن طريف، يعني كأنك لم تحزن على قتله، كيف تورق؟ ها؟ فطبعا هذا تجاهل، من باب تجاهل العارف أيضا، هي لأن هي تعرف أن الشجر الخبور لابد أنه سيورق في وقت الإيراق، وقت خروج الورق لابد أنه سيخرج ورقه، لكنها تتجاهل هذا الأمر وتتناساه لشدة حزنها، فتطلب من كل شيء حولها أن يكون حزينا مثلها على قتل أخيها.
نعم، كلام عاطفة مستولية عليها. شكت في عدم جزع الشجر على أخيها مع أنها قاطعة به، يعني هي متأكدة من أن كل شيء قد جزع، والجزع ضد الصبر. قاطعة به يعني متيقنة منه للتوبيخ. تريك أن الجزع على أخيها سار في جميع الأشياء، حتى النباتات وحتى الجمادات، فكيف بالآدميين؟ يعني إذا كان هذا قد وجب على الأشجار، فكيف بالآدميين من قبيلتها؟ فهذا من باب أولى، يجب عليهم أن يجزعوا ويشتد حزنهم على هذا القتيل العزيز. قال: تريك أن الجزع على أخيها سار في جميع الأشياء، والتخلف ليس بمعقول ولا متصور. تخلف يعني إيه؟ يعني تخلف الجزع والحزن، يعني ترك الجزع والحزن ليس بمتصور عندها ولا بشيء يعقل، ما دام قد وجب على كل شيء أن يظهر الجزع والحزن. فوجود شيء لم يحزن هذا شيء كأنه غير معقول، ولذلك هي تسأل كأن مالك مورقة، لأنها لم تتصور أن شيئا لا يجزع، أن شيئا يمكن، أن شجرة يمكن أن تورق بعد فقدها، بعد قتل أخيها، خصوصا الشجر الذي في أرضها. فهذا ليس بمعقول ولا متصور أن تترك الأشجار الحزن، فكيف بالآدميين؟ يعني من باب أولى هم لا يتركون الحزن على، ولا يتركون الجزع على إيه؟ على هذا القتيل الكريم. قال: والتعريض، يستعمل التجاهل العارف لنكتة التعريض أيضا، يستعمل تجاهل العارف لنكتة التعريض أيضا، نحو قوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. تلاحظ هنا أمرا مختلفا عن الشواهد السابقة، وهو أن هذا الكلام المعجز أتى ليس في صورة الاستفهام، ولكن في صورة ماذا؟ الإبهام، في صورة الإبهام. والإبهام هنا أتى من استعمال أو، إن أو إياكم، يعني هنا لا يوجد تعيين، لعلى هدى أو في ضلال مبين. لعلى هدى أو في ضلال إيه؟ مبين. وهذا في مخاطبة الخصم والجدل معه، يعني في منتهى الإنصاف، في منتهى الإنصاف، لأن المتكلم يعلم أنه على حق، ويعلم أن المخاطب على الباطل، ولكن نزل عن هذه الدرجة إلى درجة الإبهام، كأنه يريد أن يبالغ في إنصاف السامع. إن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هو يعلم علم اليقين، لأن هذا الكلام يعني جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب المشركين. إن أو إياكم، المتكلم يعلم أنه على الحق، ولكنه يعني لا نقول تجاهل، ولكن نقول ساق هذا مساق إيه؟ غير المعلوم، ساق المعلوم مساق غير المعلوم، ساق المعلومة مساق غير إيه؟ المعلوم، لنكتة هي التعريض، لنكتة هي التعريض. أبهم الأمر تعريضا بضلالة المخاطبين،
أبهم الأمر تعريضا بضلالة المخاطب. والإبهام يعني كما ذكرت مستفاد من استعمال أو هنا للإبهام، إن أو إياكم، يبقى في هناك أمران يتردد بينهما الحكم، هناك شيئان أو ذاتان أو طرفان، نقول طرفان أحسن، يتردد بينهما هذا الحكم، وليس حكما واحدا بل حكمان أيضا، على هدى أو في ضلال مبين. لم يعين هنا أي الطرفين هو الذي هو يكون على هدى، وأي الطرفين يكون على أي يكون في ضلال مبين، لم يعين، فهذا إبهام، هذا هو المسمى بالإبهام، لأنه لم يعين أي الطرفين على هدى وأي الطرفين على في ضلال مبين. هذا سوق المعلوم مساق غير المعلوم هنا لم يأتي في صورة الاستفهام، ولكن أتى في صورة الإبهام. أبهم الأمر تعريضا بضلالة المخاطبين، تعريضا بضلالة المخاطبين، لأن سياق الكلام قبله يعني يفهم منه هذا التعريض، تعريضا بضلالة المخاطبين، مع القطع بمن اهتدى، يعني مع علم اليقين، العلم علم اليقين بمن هو مهتد ومن هو في ضلال مبين، مع القطع بمن اهتدى وبمن ضل، لكنه ساق هذا الشيء المعلوم المقطوع به مساق غير المعلوم لنكتة التعريض بضلال المخاطبين، لأن المخاطبين لابد أنهم يعني أو أن كثيرا منهم قد رأى الحق وعرف يعني آياته، عرف علاماته، فمن خلال هذه العلامات يعلم أين الحق وأين من هو المحق ومن هو الذي في ضلال مبين، من هو الذي على هدى ومن هو في ضلال. قال ونحوها من النكت الكثيرة كما مر، يعني ويأتي لنا غير ذلك، يأتي تجاهل العارف أو سوق المعلوم مساق غيره، يأتي لنكت أخرى كثيرة، ها كما مر في منزل الإنشاء، لأن أكثر ما يأتي في أساليب الإنشاء وخصوصا أساليب الإنشاء الطلبي، كما رأيت أن أكثر الأمثلة أتت بأسلوب الاستفهام، فنكت التجاهل أكثر من أن تضبط، لأنها تتنوع بتنوع الاعتبارات البلاغية والمقامات، وأنت تعرف ذلك من خلال تتبع تراكيب البلغاء والبحث في أساليبه. طيب، ومنها القول بالموجب، ومنها القول بالموجب، أي بموجب كلام النار. طب نقرأ المتن أولا. ومنها القول بالموجب وهو ضربان، أحدهما إثبات الصفة الواقعة كناية عما أثبت له حكم في كلام الغير لآخر بلا تعرض للحكم، نحو يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والثاني حمل لفظ الغير على ما لا يريده بذكر متعلقه، نحو قلت ثقلت إذ أتيت مرارا، قال ثقلت كاهلي بالأيادي. طيب نقرأ الشرح. قال الشارح رحمه الله ومنها القول بالموجب، أي بموجب كلام الغيب،
طب القول بالموجب يعني نريد يعني شيئا سهلا نفهم به هذا الفن. القول المقصود به هنا الاعتراف، المراد بالقول هنا الاعتراف، يعني اعتراف المتكلم بالصفة المذكورة مع نفي المعنى المصاحب لها. إذا أردنا التسهيل ممكن نقول هذا اعتراف المتكلم بالصفة المذكورة مع نفي المعنى المصاحب لها وإثباتها لغيره، وإثباتها لغيره. قال الإمام السبكي رحمه الله: وهو قريب من القول بالموجب في الأصول والجدل، وهو قريب من القول بالموجب في الأصول والجدل، يعني يوجد في علم الأصول ما يسمى أيضا بالقول بالموجب. طيب ومعناه هناك إيه؟ قال معناه هناك: وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع، يعني أن يسلم الدليل ولكن يبقى النزاع. وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع. قال: ومن أحسنه قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، قل أذن خير لكم. طيب القول بالموجب يعني اعتراف المتكلم بالصفة المثبتة في كلام المخاطب مع كونه نافيا للمقصود بإثباتها لغير من أثبتها له المخاطب. طيب مثلا نريد جملة سهلة، يعني جملة سهلة واضحة، ها، قبل أن ندخل في الآية الكريمة، لأن يعني الآية هذا كلام جزل وعظيم، وطبعا من هو مثلي يعني أضعف من أن يتكلم في الآية الكريمة، ولكننا نقرأ فقط كلام العلماء في هذه الآية الكريمة. لكن مثلا نريد مثالا سهلا، نقول مثلا: إن قال لك شخص: ليخرجن القوي من هذا البيت الضعيف، ليخرجن القوي من هذا البيت الضعيفة، لو قلت له مثلا: القوي أنا، القوي أنا، هو أثبت صفة القوة وحكم بها لشخص معين أو لفريق معين أو لطائفة معينة، ولكنك أثبتت الصفة فقلت بالموجب. قلت بالموجب يعني إيه؟ يعني استلزام هذه الصفة للحكم. نعم، الإخراج القوي يعني الإخراج مستحق للقوي، يلزم من أنه قوي أنه يقدر على الإخراج، يقدر على الإخراج، ولكن ليس أنت القوي فنفيت، ولكن بشرط ألا تذكر النفي في الكلام، بشرط ألا تذكر النفي في كلامك، ولكن يكون هذا مفهوما منه، يلزم منه فقط. وستعرف هذا من خلال الآية الكريمة. طب لو قلت لو حكمت لنفسك بهذا فقلت: يخرجك القوي الذي هو أنا، فنصصت على الحكم وأثبته، يعني نصصت على الصفة وأثبتها لنفسك، حكمت بها لنفسك، فهل يكون هذا من القول بالموجب؟ لا، لا يكون من القول بالموجب، لأنه يشترط ألا تتعرض للحكم،
يشترط ألا تتعرض لله للحكم، لا بالنفي ولا بالإثبات لمن يعني لمن أثبت له الصفة. طيب نقرأ الشرح. ومنها القول بالموجب أي بموجب كلام الغير، وهو ضربان: أحدهما إثبات الصفة الواقعة كناية عما أثبت له عن صلة للكناية، وضمير له للموصول، وحكم قائم مقام فاعل أثبت، قائم مقام فاعل أثبت، لأن أثبت مبني للمجهول، فحكم نائب عن الفاعل. لماذا هو يذكر هذه الجزئيات التي تتعلق بالنحو؟ لأننا من خلالها نفهم معنى التعريف، من خلال هذه الجزئيات النحوية، لأن الإعراب فرع المعنى، لأن الإعراب فرع المعنى. طيب قال هنا حكم قائم مقام فاعل أثبت، يعني نائب عن فاعل أثبت، في كلام الغير ظرف لأثبت، لآخر صلة لإثبات الصفة، يعني أنت تثبت هذه الصفة لموصوف آخر. انظر في الآية: ليخرجن الأعز منها الأذل. قالوا إنهم قصدوا بالأعز المنافقين، وقصدوا بالأذل المؤمنين، فجاء رد المولى عز وجل بقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وتلاحظ أنه لم يثبت الإخراج ولم ينفيه، وهذا معنى أنه لم يتعرض للحكم، لم يثبت الإخراج ولم ينفيه، كأن المعنى والله أعلم. نعم العزة تناسب الإخراج كما ذكرت، ولكن ليست العزة لكم. فهذا هو يعني مضمون القول بالموجب. نعم العزة تناسب الإخراج كما ذكرت، هذا قول بالموجب، هو قول بالإيه؟ بالموجب، يعني بالمثبت. يعني اعتراف بهذه الصفة وأنها تستلزم الحكم. نعم العزة تناسب الإخراج كما ذكرتم، لكن ليست العزة لكم، لكن ليست العزة لكم، لأنه قال إيه؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فهل رأيت في هذه الآية الكريمة إثباتا لحكم الإخراج في الرد على عليهم، أو نفيا لحكم الإخراج؟ لم يذكر الإخراج في شيء. بعد أن قالوا ليخرجن العز من الأذل، كان ردهم ليس أن الله هو الذي سيخرجهم أو رسول الله سيخرجهم صلى الله عليه وسلم، ولكن قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهذا أبلغ مما لو قال: الرسول العزيز هو الأحق بأن يخرجكم أيها الأذلون صلى الله عليه وسلم. لم يقل هذا، وعدم قوله أبلغ، لأن إثبات الصفة وحدها أبلغ، لأنه يلزم منها ما وراءه، يلزم منها ما وراءه. طيب قال: لآخر صلة لإثبات الصفة بلا تعرض للحكم، الباء للمصاحبة متعلقة بالإثبات أيضا، يعني مع كون المتكلم غير متعرض للحكم، يعني للحكم المذكور أولا، ذكر أولا حكم الإخراج هنا في الآية، المتكلم لم يذكر حكم الإخراج،
وإنما ذكر الصفة فقط ولله العزة. هم ذكروا الصفة والحكم، والمتكلم ذكر الصفة فقط، ذكر الصفة ولم يتعرض للحكم يعني بإثبات أو بنفي. ولذلك عندما أرادوا التبسيط قالوا لو قلت لشخص لا يخرجن، أو لو قال لك شخص يعني، لو قال لك شخص لا يخرجن القوي من هذا البيت الضعيف، لو قلت له القوي أنا يكون كلامك من باب القول بالموجب، القوي أنا فقط بدون أن تثبت إخراجا ولا تنفي الإخراج، لأنه يلزم من هذا أن الذي القوي الذي هو أحق، القوي الذي ذكر هو الأحق بالإخراج هذا، ولكن هذا لازم يعني لم يذكر في الكلام ولكنه مفهوم من وراء الكلام. أما إن قلت له يخرجك القوي الذي هو أنا لم يكن من قبيل القول بالموجب، لأنك نصصت على الحكم، واشترطوا في هذا الفن ألا يتعرض للحكم لا بإثبات ولا بنفي حتى يكون من باب القول بالإيه؟ بالموجب. نحو قوله تعالى يقولون أي المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة، اللام موطئة للقسم، ليخرجن الأعز منها الأذل، جواب للقسم، كنوا عن أنفسهم الأذلة في الدارين بالأعز، وعن المؤمنين الأعزين في الدنيا والآخرة بالأذلة، وأثبتوا للأعز حكم إخراج الأذلة من المدينة، وأثبتوا للأعز حكم إخراج الأذلة من المدينة. خلي بالك الكناية هنا في قوله كنوا عن أنفسهم بالأعز ليست من الكناية الاصطلاحية، يعني ليست من الكناية التي هي يعني عرفت في فن في علم البيان، ولكن الكناية هنا هي استعمال اللفظ، مطلق استعمال اللفظ للدلالة على معنى، يعني كنوا عن أنفسهم بالأعز يعني دلوا على أنفسهم بلفظ الأعز، وليس المقصود الكناية التي في علم البيان، يعني التي هي استعمال اللفظ وإرادة لازمه أو إطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه، ليس هذا، ليس الكناية هنا بهذا المعنى، ولكن الكناية هنا يعني بمعنى الدلالة على الشيء أو الدلالة على المعنى بهذا اللفظ مطلقا، وليس مراد العلاقة اللزوم التي في هناك في البيان في علم البيان. وأثبتوا للأعز حكم إخراج الأذلة من المدينة، فقال عز من قائل بموجب قوله، يعني كأن هذا إثبات للصفة ولكن على غير المعنى الذي ذكروه، فهذا هو حاصل القول بالموجب، إثبات الصفة ولكن على غير المقصود المذكور أولا، على غير المعنى المقصود المذكور أولا، فهذا هو قول اعتراف بالصفة، قول بالموجب اعتراف باستلزام الصفة للحكم ولكن على غير الوجه المذكور أولا. ولذلك الإمام السبكي قال هو قريب من القول بالموجب الذي في الأصول، لأن القول بالموجب الذي في الأصول هو تسليم الدليل مع بقاء النزاع، تسليم الدليل مع بقاء النزاع. فأثبت قال عز من قائل بموجب قولهم، فأثبت العزة لمن عدوهم أذل من غير تعرض للإخراج، فقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وتلاحظ أنه يلزم من إثبات
العزة لله ولرسوله للمؤمنين وللمؤمنين، إثبات الذلة للمنافقين. هذا مفهوم أيضا من وراء هذه الجملة، إثبات صفة الذلة للمنافقين. ولم يتعرض للحكم، حكم الإخراج، يعني أن الأعز الذين هم يعني مذكورون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون هم الأحق بإخراجكم من المدينة، هذا لم يذكر في الرد عليه، ولكن فهم بالالتزام، ولكنه فهم بالالتزام، يعني من لازم هذه الجملة. من لازم المعنى المذكور في هذه الجملة يلزم منه أنهم هم الأحق بإخراج المنافقين من المدينة، رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، لأنهم هم الأعز الذين أعزهم الله بعزه سبحانه وتعالى، مصدرا بمن له العزة اتفاقا، وهو يقصد الله عز وجل، لله العزة، مصدرا بمن له العزة اتفاقا، ومشيرا بالترتيب الذكري إلى ترتيب وصول العزة منه تعالى إلى خلقه، بالترتيب الذكري لأنه رتب بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، فهذا ترتيب في المنزلة في المقام، وترتيب في درجة العزة أيضا، فأعز الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعده تكون العزة للمؤمنين، إلى ترتيب وصول العزة منه تعالى إلى خلقه، وبإعادة اللام إلى تفاوت العزة في الثلاثة واستبدادها بها. يعني تلاحظ أن العطف معه إعادة اللام، وكان ممكن يقول لله العزة ورسوله والمؤمنين، ويكون ما بعد الواو معطوفا على ما قبله، لكن تكرار اللام هنا لنكتة أخرى، وهو الإشارة إلى ملاحظة المقام. فالرتبة العزة بالنسبة لله هي أعلى شيء في الوجود كله، ثم تأتي رتبة الرسول بعد ذلك صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تأتي رتبة العزة للمؤمنين، فتكرار اللام يدل على هذا، وبإعادة اللام إلى تفاوت العزة، يبقى في تفاوت في اتصافي الأعزة بصفة العزة، في تفاوت في اتصاف الأعزة بصفة العزة، تتفاوت عزة عزيز من عزيز إلى آخر، فعز الأعزة هو رب العزة سبحانه وتعالى، ثم عز الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تكون العزة للمؤمنين، فتكرار اللام للتفاوت في يعني نصيب كل عزيز من العزة، للتفاوت في نصيب كل عزيز من العزة، فبإعادة اللام يشير إلى تفاوت العزة في الثلاثة واستبدادها بها، يعني انفراد هؤلاء الثلاثة، يعني طبعا لا أقول هؤلاء الثلاثة وأدخل الله سبحانه وتعالى عز وجل، لا أقصد هذا استغفر الله، ولكن يعني أقصد من ذكر يعني في الآية، من ذكر في الآية هم المنفردون بالعزة، هم يعني دون غيرهم، وغيرهم يدخل فيه المنافقون الذين تكلموا أولا، ولذلك قلت يلزم من هذا إثبات الذلة للمنافق، يلزم من هذا لأنه يلزم من ثبوت العزة لله ولرسوله والمؤمنين ثبوت الذلة للمنافقين الذين قالوا لا يخرجن الأعز منها الأذل. طيب
ولا بد من ملاحظة شيء آخر مع ذلك، وهو أن من ثبتت له العزة هو صاحب الإخراج، يعني يثبت له أنه هو المخرج بكسر الراء، ومن ثبتت له الذلة يثبت له أنه هو المخرج بفتح الراء. هذا أيضا لم يذكر في الجملة، ولكنه فهم عنها، فهم عنها، وهذا أبلغ مما لو ذكر، أبلغ مما لو ذكر. قال: والضرب الثاني حمل لفظ الغير على ما لا يريده، حمل لفظ الغير على ما لا يريده من معانيه بذكر متعلقه. الضرب الأول قد يسمى في بعض الكتب نفي الشيء بإيجابه، يعني نفي الصفة عن المذكور بإثباته لغير المذكور، بإثباتها لغير المذكور أولا، يعني نفى صفة العزة عن المنافقين بإثباتها لله ولرسوله وللمؤمنين. فلذا في بعض الكتب تجد هذا المصطلح نفي الشيء بإيجابه، أما هنا قال القول بالموجب، وفي غيره وأيضا في التلخيص قال إيه القول بالموجب، وفي شروح التلخيص كلها ذكروا القول بالموجب، لكن قرأت في بعض الكتب الأخرى نفي الشيء بإيجابه، عبروا عن هذا الفن بأنه نفي الشيء بإيجابه. قال: والضرب الثاني يعني من القول بالموجب حمل لفظ الغير على ما لا يريده، وهذا يشبه أسلوب الحكيم، هذا الضرب الثاني يشبه أسلوب الحكيم. قال: حمل لفظ الغير على ما لا يريده من معانيه بذكر متعلقه، الضمير لما، يعني الضمير في متعلقه عائد على الاسم الموصول في قوله ما لا يريده، وقيل للفظ في قوله حمل لفظ الغير، نحو قول الشاعر في البحر الخفيف وهو فاعلات مستفعل فاعلات مرتين، قلت ثقلت إذ أتيت مرارا، قال ثقلت كاهلي بالأيادي. وبعد هذا البيت بيت آخر يعني يليه في الشعر، ولا أدري لما لم يذكره هنا لأنه فيه شاهد أيضا، قلت مذكور عندك في الهامش تحت، هامش رقم 3 بعد هذا البيت مباشرة، قلت طولت، قال بل تطولت وأبرمت، قال حبل وداد. فالبيتان فيهما نفس الفن، وهو حمل لفظ الغير على ما لا يريده من معانيه بذكر متعلقه، وهو نوع من القول بالموجب. وبعض الكتب يستشهد بهذا البيت أو بهذين البيتين على أسلوب الحكيم، يعني يدخلهما في أسلوب الحكيم، أي ثقلت عليك إذ أتيتك، ثقلت عليك كيف؟ يعني لأنني حملتك مشقة ظاهرا وباطنا بإتياني مرارا، يعني كررت المجيء إليك، فيعني لأجل ذلك يعني أنت شعرت بالتعب من كثرة مجيئي وكثرة يعني زيارتي وكثرة كلامي إليك، ربما أنت تحتاج أن تستريح في هذا الوقت أو تحتاج أن تعمل عملا آخر، وأنا شققت عليك وأتعبتك بكثرة المجيء وحملتك المؤونة. فهذا هو المقصود بقوله ثقلت إذا أتيت إيه مرارا، لكنه رد عليه برد جميل وحمل التثقيل على غير هذا المعنى، فقال ثقلت كاهلي بالأيادي، يعني أنت لم تثقل بكثرة مجيئك يعني بسبب تحميلي المؤونة ونحو ذلك، لا، ده أنت ثقلت بكثرة النعم التي أنعمتها علي، ثقلت كاهلي يعني بكثرة الأيادي أي بالنعم، الأيادي هنا مجاز في النعم، أي ثقلت عليك، الشطر الأول ثقلت عليك إذا أتيتك
هذا يعني شرح الشارح. الكاهل ما بين الكتفين، الكاهل ما بين الكتفين يسمى كاهل، لأنه يعني يقال مثلا حمل المتاع على كاهله، حمل المتاع على كاهله يعني وضعه في هذا المكان، هذا المكان يسمى الكاهل، بين هذا الكتف وبين هذا الكتف، بين الكتفين، لأن الأشياء الثقيلة تحمل على الكاهل. الأيادي جمع يد بمعنى النعمة، جمع يد بمعنى نعمة. أراد المتكلم يعني كما هو مذكور في الشطر الأول بتثقيله كونه ثقيلا، يعني ضيفا ثقيلا لكثرة مجيئه، أتيت مرارا يعني مرات كثيرة، مرار جمع مرة، ومشقة على المخاطب بتكرر إتيانه عليه، كونه ثقيلا ومشقة على المخاطب بتكرر إتيانه عليه. هذا المعنى الذي يعني ذكره أولا في قوله ثقلت إذا أتيت مرارا. وحمله المخاطب على غير هذا المعنى، حمله على غير مراده، فقال حمله المخاطب على تثقيل كاهله بذكر متعلق الأيادي. فأنت تلاحظ هنا أنه لابد عند حمل الكلام على غير مراده من تعليقه بمتعلق آخر، من تعليقه بمتعلق آخر. فمثلا في البيت، في الكلام الأول، الشطر الأول علق ثقلت بقوله إذا أتيت مرارا، وفي الشطر الثاني علق ثقلت بمعنى آخر، وهو قول كاهلي بالآيات. فمن خلال تغيير هذا المتعلق يستطيع المتكلم أن يحمل كلام مخاطبه على غير مراده، فيحول الفعل إلى متعلق آخر، يحول الفعل إلى متعلق آخر، وبذلك يحمل كلام مخاطبه على غير مراده، يوجهه إلى مراد آخر. ولذلك قلت هذا شبيه بأسلوب الحكيم، بل إن بعض البلاغيين في بعض كتب البلاغة يذكر مثل هذا الشاهد في أسلوب الحكيم. أسلوب الحكيم لو تذكرون يعني من شواهده قول الرجل القبعثرة، قول القبعثرة للحجاج عندما قال له الحجاج لا أحملنك على الأدهم، قال الحجاج مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهم، فقال الحجاج أردت الحديد، قال لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا، فحمل كلامه على غيره، على غير مراده. ولأسلوب الحكيم أيضا استشهدوا بالآية الكريمة يسألونك عن الأهلة قل الرد قل هي مواقيت للناس والحج، هم سألوا عن الأهلة يعني لماذا يبدو الهلال في أول الشهر ضئيلا ثم ما يزال يتعاظم وينمو ويكبر حتى يصير في منتصف الشهر بدرا مكتملا، ثم يرجع أدراجه فيتناقص حتى يمحق في آخر الشهر، وكيف يفعل به ذلك وكيف يحصل له ذلك. سألوا عن الأهلة وما يجري لها، فأجابهم المولى عز وجل بإجابة تناسب حالهم وتناسب الغرض من ظهور هذه الأهلة بهذا المظهر، فقال قل هي مواقيت للناس والحج.
فحول المعنى إلى شيء، حول السؤال إلى شيء آخر، هو يعني الأنسب بحال السامع. وهكذا يكون أسلوب الحكيم، أن يحول المتكلم الكلام أو يحمل الكلام على غير مراد المتكلم ويوجهه إلى شيء هو الأنسب لحاله والأولى بقصده، والأولى بقصده. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل يسأله متى الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم وماذا أحدثت لها، وماذا أحدثت لها. طيب. قال وحمله المخاطب على تثقيل كاهله بذكر متعلق الأيادي، وتثقيل الكاهل بالأيادي كناية عن إسباغ الإحسان واستيفائه. تثقيل الكاهل بالأيادي هذا لا يعني لا يصح حقيقة، لأن الأيادي النعم، وتثقيل يعني أن توضع النعم على الكاهل ليس هذا، حتى تكون ثقيل على الكاهل ليس هذا هو المراد هنا، ولكن المراد كثرة الإحسان وكمال تقديم الصنع الجميل إلى هذا الرجل حتى صار يعني كشكل الأشياء الثقيلة، حتى صارت يعني يكنى عنها بتثقيل الكاهل. قال كناية، تثقيل الكاهل بالأيادي كناية عن إسباغ الإحسان واستيفائه، لأن دائما الأشياء الثقيلة يعني تكون عبارة عن أو كثيرا في كثير من الأحيان ما تكون شيئا فوق شيء فوق شيء حتى يثقل حملها، فعبر عن كثرة النعم بتثقيل الكاهل. فأنت تلاحظون أنه حمل كلامه على غيره، على خلاف مراده، بذكر متعلق آخر، بذكر متعلق آخر. في الأول قال ثقلت إذا أتيت مرارا، فالثاني رد عليه بقوله ثقلت كاهلي بالآية، فحمل كلامه على غير مراده بذكر متعلق آخر غير الأول. نقف هنا عند قوله ومنها الاضطراد، ومنها الاضطراد. كنا نرجو أن ننتهي من المنزل الأول وهو المحسنات المعنوية، لأنه بقي فن واحد وهو الاضطراد، ولكن قد طال الوقت بنا جدا، ولا أريد أن أشق عليكم أكثر من هذا، وإن شاء الله نأخذ الاضطراد في الأسبوع القادم بإذن الله، وندخل في المنزل الثاني وهو المحسنات اللفظية. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.